والحكم القوي. إن شاء الله نراها بيكم بهذا الجمع يكون بادرة للاستقرار السريع. بلادنا بتمر بصعوبات، الحكام وحدهم لن يقدر، لا بد من قوة الشعبية والقبلية في البلاد إنها تتكاتف وتضع خلافاتها وراء ظهرها وتبتدي تتحرك عشان تحمي بلدها. مصر نزلت في 30 يونيو، كل إنسان فيها شعر اللي قاعد في البيت حس بالخطر، الأسر حست بالخطر، ليس الرجال فقط إنما الجميع، وبالتالي انتفضوا انتفاضة واحدة ونزل الشعب كله عشان يحمي بلده ويؤسس الدولة الجديدة. إن شاء الله نرى أشقائنا في ليبيا في أقرب وقت دولة عظيمة تستحق أهلها أن يكونوا، لأن أهلها يستحقوا ذلك. إحنا مصر طول عمرها بتستضيف ومضيافة، ومصر وليبيا زي ما قلنا شعب الجيرة والجوار والنسب والدم، وبالتالي نلاقي إن شاء الله الفترة الجاية تعاون. إحنا كمجلس قومي للقبائل العربية والمصرية بقياداته اللي أنا بشكرها جميعا والموجودين معانا كله على رجل واحد للوقوف جانب أشقائنا في ليبيا، وكل ما نقدر عليه من تقديم العون إذا طلب مننا، ونكون وصلت حلقة ويوصل ما بين طلباتنا من إخواتنا في ليبيا، ونتابعها مع حكومتنا اللي هي لم تقصر في هذا المضمار. هي أول ما شجعنا على الوقوف جنب أشقائنا، وهي أول من قال إن ليبيا هي العمق المصري ومصر هي العمق الليبي. عشان كده نأمل أن نرى الإيد في الإيد والوحدة والاصطفاف حتى نطمئن على اخواتنا واهلنا في ليبيا ان شاء الله، ونقول ان شاء الله يكون بيننا مذكره تعاون ما بين المجلس القومي والمجلس القومي للقبائل العربيه والمصريه والمجلس الليبي، ان شاء الله يكون بحيث ان احنا نبقى حد الوصال بين الدولتين. ان شاء الله نراكم في اعلى المراتب، ونرى ليبيا في احسن حال، ونرى مصر في احسن حال، ونرجع نرى الاطمئنان والامان وخلو البلاد من الارهاب الاسود الذي ليس له علاقه بديننا السامح الاسلام. شكرا وكلنا على الله. قل ما شئت ايها الربان عمر سميده عن دواعي وعوامل الروابط ما بين الشقيقتين مصر وليبيا، وما بين الشعبين المصري والليبي من روابط الدم والنسب والدين والتاريخ والجوار، ومن ثم يحق لك ولنا جميعا أن نتمنى لليبيا الشقيقة
الوحدة والاستقرار ومكافحة كل عوامل التفرقة والإرهاب الأسود البغير. وقد أمتعنا حينما أعطانا خبرا نحن رجال الأخبار من أنه سيكون هناك وثيقة تعاون ما بين المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية برئاسة المستشار عمر صميدة وما بين القبائل العربية الشقيقة لكل التعاون ما بين مصر وليبيا الشقيقة. الآن إلى كلمة الشيخ عادل الفيدي المنسق الرسمي للجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل الليبية فليتفضل. بسم الله، نقول تحيا مصر. تحيا مصر بنيلها الخالد وبأهلها الطيبين وجنودها البواسل. اليوم نحن جيناكم والحقيقة نتصور وإحنا مازلنا في وطننا وبين أهلنا وفوتنا، فلا يستطيع أحد أن يفرز من هو الليبي ومن هو المصري في الموجودين. لذلك نحن جميعا في وطننا مصر الوطن الأم. وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة موجزة لكنها معبرة تمام التعبير. نحن نجلس جميعا في هذه القاعة سواء على اليمين أو على اليسار، لا يستطيع أحد من كان أن يفرق من هو المصري ومن هو الليبي. فنحن جميعا أشقاء، مصريون وليبيون، تجمعنا وحدة الهدف والمصير عبر التاريخ. وتجمعنا هذا ليس فيه إلا الخير للشعبين المصري والليبي. الآن إلى كلمة الجانب الليبي ويلقيها الأستاذ مسعود عمر فليتفضل. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات الطيبة المباركة التي يجتمع فيها شمل القبائل العريقة في ليبيا ومصر، في هذه اللحظة الطيبة المباركة على الأرض الطيبة المباركة في مصر، يعجز اللسان عن التعبير، لأن نرى الأشقاء يلتقون في عرس اجتماعي مهيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم راحة وهناء البلدين. نحن الحقيقة مبسوطين جدا مما وجدناه من الشعب المصري والحكومة المصرية وعلى رأس الرئيس السيد السيسي. نحن نكون لهم كل الاحترام وكل التقدير، لأننا نرى فيهم هم السند لنا وهم الداعم لنا وهم من يستطيع أن يقدم لنا ما نحتاج إليه في هذه الفترة العصيبة في تاريخ ليبيا. كما نطمن إخوتنا في مصر إن ليبيا لها رجالها، لها أحفاد عمر المختار في الشرق، ولها أسود الجبل في الزنتان وفي الوطن الغربي، لها أسود الجبل في الزنتان ولها الرجال المكافحون في كل المناطق الغربية.
في مرشفانا في مصراتة، حتى مصراتة فيها رجال مكافحون أبطال مثل أبو بكر الهريش. فنحن نقول لهم أنتم أخوتنا ونحن أخوتكم، لا يستطيع أحد أن يفرق بيننا أو يبعد بيننا. فنقول لكل المدن في الغرب وفي الجنوب الباسل، الجنوب المكافح، الجنوب أهل الأصالة، أهل الشهامة، أهل الأخلاق، أخلاق القرية، نقول لهم أنتم أخوتنا ونحن أخوتكم، ولا بد أن نشد على أيدي بعضنا البعض ونلتحم لنبني ليبيا. فنطمن أخوتنا إن جادين وإن عازمين، عقدين العزم على أن نبني هذه البلاد التي تحتاج إلى البناء وتحتاج إلى التضحية. نحن عندما غزانا الاستعمار الإيطالي عام 1911 لم نستكن ولم نهادن، بل عقد العزم على طرد الاستعمار، وبفضل رجالها وأبطالها طرد الاستعمار من ليبيا. واليوم نتعرض لهجمة على مستوى العالم، هجمة الأشرار، هجمة القتلة، هجمة المخربين، فنحن لها وسنصدها بإذن الله. ومن هنا ومن هذا المنبر الطيب نطمن كل إخوتنا في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ونقول للليبيين: يا ليبيين، شدوا على أيدي بعضكم وتناسوا الخلافات وتناسوا المشاكل وتناسوا الأحقاد وتناسوا الأحقاد وتناسوا المصلحة الشخصية والخدمة الذاتية، وأبنوا البلاد على طرق صحيحة سليمة ديمقراطية حرة صحيحة فيها الاستقرار وفيها الراحة وفيها العناء وفيها التنمية وفيها البناء. أخيرا وليس بآخر، نوجه شكرنا للشعب المصري كافة وهذه القبائل العربية والمصرية بصفة خاصة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، متمنين لهم الازدهار والتقدم والراحة والاطمئنان، مثلهم مثل الليبيين. نحن أخوة، نحن متحابين، نحن تربطنا رابطة الدم ورابطة الجوار والنسب، لا يستطيع أن يفرق بيننا مهما كان. حتى في مشاكل الحكام في هذه في فترة معينة لا استطاع الحكام أن يبعدون بعضنا عن بعض، سواء الحاكم الليبي في مصر أو الحاكم في مصر في ليبيا. فهذه لحمة وانتم الدم الدم لا يمكن أن يكون ميا. نحن يربطنا الدم ورابطة الدين والعرق، فلكم منا التحية ولكم منا السلام، وشاكرين على هذا الاستقبال، وبارك الله فيكم. نحن لها أبناء وأحفاد عمر المختار، وفي كل قرى ومدن ليبيا، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، لها لمواجهة هؤلاء المخربين والإرهابيين والقتلة. نحن لها من أجل بناء ليبيا، من أجل استقرار ليبيا. نحن لها ونحتاج إلى مصر كي تكون داعماً رئيسياً لنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونطمئن الجميع في مصر على أننا سنعمل على استقرار ليبيا وعلى بنائها، ونطمئن كذلك الأشقاء في العالم العربي. كانت هذه أهم الكلمات التي تفضل بها الشيخ مسعود عمر، معبرا بكلماته هذه عن ما يدور في عقول ووجدان الليبيين والمصريين كذلك. الآن إلى كلمة العمدة رزق حنيش من الجانب الليبي أيضا، فليتفضل. موجود؟ تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس لدي ما نضيف كثيرا على كلام الإخوة الذين سبقوني بالكلام، ولكنني أود
أن أشير إلى العلاقة الليبية المصرية في 1005 قبل الميلاد، عندما هاجر الليبيون في سنوات الجفاف العظيم وتكاثروا مع أخوانهم المصريين رغيف العيش على ضفاف النيل وبنوا حضارة مشتركة مع أخوتهم المصريين في 1005 قبل الميلاد. ولا بد أن نشير بما قدمته جمهورية مصر العربية وشعبها في وقت الغزو الإيطالي لليبيا، حيث تقاسم الليبيون رغيف الفول مع إخوتهم المصريين، وقد احتضنت مصر الليبيين بكل ترحاب في ظروف صعبة للغاية. وها نحن اليوم نحتاج إلى المساندة الفعالة من إخواننا المصريين. ولا شك أنكم تعلمون جميعا أن مصر هي قلب العروبة، مصر هي القاهرة قاهرة المعز، مصر هي النيل، مصر هي الأهرام. كل القبائل العربية الموجودة في مصر وليبيا ينتمو إلى أصل واحد وإلى دم واحد. وليس غريبا على مصر الذي ظلت وقد كانت وما زالت وستظل تدفع الرخيص والغالي في سبيل الأمة العربية والأمة الإسلامية. ونحن نقدر وباعتزاز الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي وحكومة مصر على المواقف الجادة البناءة وتقديمهم للعون والمساعدة لأشقاء الليبيا. كما لا يكون لي أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية والسعودية ودولة الإمارات الذين ساعدونا في هذه المحنة التي تمر بها بلادنا الآن. وكل ما يحصل في ليبيا فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونحن ندعو الله أن يخفف هذه المحنة وأن يجعلنا نعيش في أمن وسلام وطمأنينة. ومع وقوفكم معنا ومساندتكم الفعالة لا شك أن هذا الأمر سيتحقق بعون الله. نكرر شكرنا للقبائل العربية ولحكومة مصر ولفخامة الرئيس السيسي. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والعدل والسلام والطمأنينة نفوس البشر المنتشرة في ربوع هذا الكون. أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للشيخ رزق حنيش على كلماته المعبرة والتي أمتعنا خلالها بالعلاقات التاريخية الوطيدة ما بين الشعبين المصري والليبي، وعلى أهمية دعم البلدين الشقيقين لبعضهما البعض في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة من حياة أمتنا العربية. الآن إلى كلمة العمدة أحمد رسلان النائب الأول للقبائل العربية والمصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. تحية من القلب لكل أبناء ليبيا، من تشرفنا بالجلوس معهم الآن ومن غاب للدفاع عن أرض وسلامة واستقرار ليبيا.
أيها الأخوة الأعزاء، أبناء قبائل ليبيا الأوفياء، أرحب بكم جميعا على أرض مصر الكنانة، فأنتم عصب ولحمة المجتمع الليبي ومكوناته الاجتماعية الحقيقية. قبائل تغطي كل جغرافية الوطن في ليبيا من الشرق والغرب والجنوب، تحملون هموم ليبيا العزيزة حماها الله، تدافعون عن أراضيها وكرامتها في الداخل والخارج. يجوب الكثير منكم أرجاء المعمورة للبحث عن حلول عملية وتوضيح الرؤى والصورة الحقيقية لما يجري داخل ليبيا. ليس لكم هدفا أجل وأسمى من ليبيا واستقرارها وأمنها وحماية حدودها من كل عمل أو فكر يخالف طبيعة الشعب الليبي. تعملون من أجل إزاحة هذا الكابوس المظلم والخطر الداهم الذي لا يهدد ليبيا فقط، وإنما يوشك أن يستشري في ربوع الوطن العربي. ولكن فهيهات أن ينال منها فكرا أو عدو، فقلب فليبيا هي قلب الأمة وهي الأخت الشقيقة لمصر. وإننا نقدر دوركم في الداخل والخارج ورفضكم للتدخل الأجنبي والفكر المتطرف بأي شكل من الأشكال، إلا أنكم بعون الله قادرون على الخروج من هذه المحنة بهذا الترابط القوي والحوار المثمر الجاد، بإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار للوصول للهدف المنشود بفضل هذه النخبة من شيوخ وأعيان ورموز ليبيا. فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، نعلن استعدادنا في المساهمة بكل ما ترونه أنتم سبيلا للوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري والليبي، مؤيدين لكل جهد ومصالحة لدعم القضية الليبية. والمجهود الذي يبذله سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونحن ما زلنا نؤكد أننا نقول المشير عبد الفتاح السيسي لأن المنطقة العربية بالكامل في حالة حرب. والمشير عبد الفتاح السيسي معبرا عن أواصر الترابط والأخوة والمسؤولية تجاه أمتنا العربية، والله أكبر، وتحيا مصر وعاشت ليبيا موحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت ليبيا موحدة، وأنتم أيها القبائل تحملون همومها وتحملون مستقبلها، وعليكم أن تواجهوا أي محاولات لزعزعة الاستقرار والأمن في ليبيا. ولأن المنطقة العربية في حالة حرب، فالمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية في مصر على استعداد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المشير أن يساعد ليبيا بكل ما يستطيع من أجل وحدتها واستقرارها. هكذا أشار العمدة أحمد رسلان النائب الأول للقبائل المصرية المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية. الآن إلى كلمة الأستاذ الدكتور محسن البطران المنسق العام للمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، فليتفضل. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الإخوة الأفاضل أعضاء مؤتمر المصالحة الليبية من مشايخ وعوائل القبائل الليبية، السادة عوائل ومشايخ القبائل المصرية، السيد الربان عمر المختار صميرة رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية والعربية، السيد النائب أحمد رسلان النائب الأول لرئيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية والعربية، السادة أعضاء الهيئة العليا للمجلس القومي، سلام عليكم ورحمته وبركاته. السادة الضيوف، بداية أود أن أرحب بكم في أرض الكنانة
داعين الله عز وجل أن يأتي مؤتمركم هذا بثماره الإيجابية على سير المصالحة الليبية، وأن تعود ليبيا مرة أخرى تتبوأ مكانتها العربية والدولية في القريب العاجل إن شاء الله. السادة الضيوف، الأمة العربية في أشد الحاجة الآن للتكاتف والترابط والتواصل والتضحية حتى يتسنى لها الرياضة مرة أخرى بين الأمم. السادة الضيوف، من هنا من مصر من قلب العروبة الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الغزاة والاستعمار والجماعات الإرهابية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، نبعث بأربع رسائل مهمة. الرسالة الأولى إلى مشايخ وعوائل القبائل الليبية، تراحموا وترابطوا وتلاحموا حتى تعبر ليبيا هذا النفق المستطيل. الرسالة الثانية للقيادة السياسية في مصر، استمروا في دعمكم العادل للشعب والقضية الليبية. استمروا في دعمكم العادل للشعب والقضية الليبية، لأن ذلك هو قدركم ومسؤوليتكم تجاه الأشقاء الليبيين. الرسالة الثالثة لقوى الإرهاب الأسود، لن تسقط ليبيا وبها هذه الوجهة. لن تسقط ليبيا وبها هذه الوجوه الكريمة، والتاريخ عاشت ليبيا عاشت مصر عاشت ليبيا عاشت مصر. لن تسقط ليبيا وبها هذه الوجوه الكريمة، والتاريخ خير شاهد على هذا، وستظل دائما رمزا للصمود أمام موجات الإرهاب، وليس فقط للأمة العربية والإسلامية ولكن لشعوب العالم أجمع. الرسالة الرابعة للمجتمع الدولي، لا تكيلوا بمكيالين عند مواجهة الإرهاب الأسود، وارفعوا الخصر عن الجيش الليبي. ارفعوا الخصر عن تسليح الجيش الليبي، واتركوا ليبيا لأهلها ومؤسساتها ليقرروا مصير بلدهم. الأخوة الأفضل، مرة أخرى نرحب بكم وندعو الله سبحانه وتعالى بالنجاح لمؤتمركم، وأن تنعم ليبيا مرة أخرى بنعمة الأمن والأمان، وأن تفعل سبل التعاون بين المجلس القومي لشؤون القبائل العربية والمصرية وممثلي مؤتمر المصالحة الليبية. هذا التعاون هو استمرار للدبلوماسية الناعمة بين الشعبين. نسأل الله أن يوفق أعضاء المؤتمر للتوصل إلى صيغة للانتقاء والتآلف، وأن يكون هناك وثيقة يتفق عليها توضح خارطة الطريق للشعب الليبي، وأن تقوم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الرسمية والغير رسمية بدعمها. وفي ختام كلمتي أتقدم لسيادتكم بالشكر لتلبية دعوة الربان عمر المختار صميلة والهيئة العليا للمجلس والمكتب التنفيذي للمجلس القومي، داعين الله عز وجل أن يسد خطاكم نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي. والسلام عليكم. إذن ليبيا ستعود، ولن تسقط ليبيا وفيها هذه الوجوه الكريمة. ويا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمر في دعمك لليبيا، فهذا قدرك وهذا حبك للأمة العربية لأمنها واستقرارها. الأمة العربية تحتاج إلى التواصل، هذا ما قاله الأستاذ الدكتور محسن البطران المنسق العام للمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية. السادة الحضور، جاءتني ورقة من أحد الحاضرين يطلب مني أن أوجه الشكر إلى السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على استضافتي لهذا المؤتمر الذي هو بكل تأكيد واجب علينا كمصر وكليبيا على الأشقاء أن يدعموا بعضهم البعض في مثل هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها أمتنا العربية. الآن إلى كلمة
للشيخ موسى اللواح رئيس لجنة التراث بالمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الجمع الكريم، قبائل ليبيا الحرة الشريفة من رأس جدير غربا حتى مدينة مساعة شرقا مرورا بالوسط والجنوب ومنطقة البطنان، فرسان ليبيا وشيوخها العظام، رجالها صناديدها، التاريخ وعظم التاريخ يشهد على ذلك. ليبيا تمرض ولن تموت، ليبيا تمرض ولن تموت، ليبيا تمرض ولن تموت، تمرض بالشقاقات والاختلاف والفتن، ولن تموت ما دام فيها العقلاء والحكماء وفرسان الأمس وعقلاء اليوم. لذا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الربان عمر المختار سميلة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية، أرحب بالسادة الضيوف أشقاؤنا عقلاء ووجهاء وشيوخ كل قبيلة على حدة، فأهلا ومرحبا بكم في وطنكم الأول مصر. ليبيا ومصر، ما من قبيلة في مصر إلا ولها جزء آخر في الشرق الليبي، وما من قبيلة في ليبيا إلا ولها تواصل في مصر، تواصل الأنساب والأرحام، الدم والعرق، الثقافة، الدين، المذهب، الأفكار، الأيديولوجيات، كلها واحدة، حتى التراث، حتى الشعر، حتى الشعراء، حتى كل شيء نتقاسمه مع الوطن في ليبيا من رأس جدير حتى مساعد. أناشد حكماء عقلاء القبائل الليبية، إنما عجزت أن تفعله السياسة والدبلوماسية على الأراضي الليبية قادرة أن تفعلها عواقل القبائل الليبية، ولن تحل مشكلة ليبيا إلا بأبنائها، أبناء ليبيا الشرفاء، أبناء ليبيا العظماء. هناك مثل عند البادي يقول متروك الله بعد عكار، ولكن العكار ازداد، ولكن الأمل موجود طالما هناك عقلاء وهناك شباب حافظ على تراث أحفاد المختار في المنطقة الشرقية وصناديد وفرسان منطقة الوسطى والجنوب حتى المنطقة الغربية إلى رأس جدير وذهب. الأخوة الليبيين، لن أشق عليكم في نصف دقيقة، إنني أتوجه بهذه الرسالة لكل بيت ليبي، كفاياكم وكفايانا دماء على الأراضي الليبية. لقد ارتوت الأراضي الليبية بكل شبر فيها، بل بكل موطط فيها، كل وطاء بلغة ليبيا، كل وطاء ارتوت بدماء ليبيا. من القاتل؟ ليبي. ومن المقتول؟ ليبي. فلنقف وقفة إخواننا الليبيين للتصالح مع النفس والجلوس على مائدة مفاوضات دون قيد أو شرط، ونحن القبائل المصرية ندعمكم من خلال هذا المجلس تحت رعاية الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي. نحن معكم إخواننا الليبيين شعبا وحكومة، ندعمكم بكل ما نملك، وفي الأخير نتمنى لكم التوافق، نتمنى لكم الانتصار على النفس، نتمنى لكم التصالح مع النفس، والسلام عليكم ورحمة الله. ليبيا تمرض ولن تموت، وإن شاء الله طالما هذه الوجوه الكريمة من زعماء ومشايخ القبائل الليبية فسينجحون في احتواء كل مشاكل ليبيا، كما تفضل الشيخ موسى اللواح رئيس لجنة التراث بالمجلس القومي للقبائل العربية والمصرية. الآن إلى كلمة العمدة مهدي القطعاني عمدة السلوم فليتفضل. العمدة مهدي، أيوه تفضل.
التسليم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يطيب لي أن أرحب بكافة أعضاء الوفد الليبي على أرض مصر، أرض الكنانة، قلب الأمة النابض. تتجسد أمامي الآن أواصر المحبة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي بالشعب المصري. أجدادنا كانت لهم وقفات تاريخية دشنها التاريخ في الوقوف إلى جانب أشقائهم أبناء الشعب الليبي أثناء اجتياح القوات الإيطالية لتراب ليبيا الطاهر، والتاريخ دشن ذلك بذلك السلك اللعين الشائك الذي أقامه الطليان من البحر شمالا إلى بحر الرمال جنوبا، وذلك ظنا منه لمنع قوافل الإمدادات والمؤن والذخائر التي كانت تأتيهم من إخوانهم وأشقائهم أبناء القبائل المصرية. هذه حقيقة تاريخية لا يستطيع أحد إنكارها. اليوم أرى أمامي كوكبة من رموز قبائل ليبيا. ليبيا قادرة على أن تلملم جراحها وأن تجمع شتاتها للخروج من هذه المحنة التي دبرت منذ بداية ما يسمى بثورات الربيع العربي، كما ذكر أخي وزميلي المهندس موسى اللواحي. ليبي يقاتل ليبي، من أجل ماذا؟ عليكم الآن أن تنبذوا خلافاتكم، عليكم الآن أن تضعوا مصلحة ليبيا نصب عينكم قبل أي اعتبارات قبلية أو جهوية. مصلحة ليبيا أبدى من كل شيء. ليبيا تحتضر، ليبيا تحتاج منكم الوقوف، وأنتم أهل لها، أنتم القادرين على لملمة الشتات وتضميد جراح ليبيا وأبنائها. نحن في بداية الأحداث كانت لنا صولات وجولات في سبيل رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وقد توصلنا في حينها إلى نتائج كانت طيبة، ولكن لم نجد آذان صاغية وخصوصا في المنطقة الشرقية. ما علينا، لا نبكي على اللبن المراق، نحن أبناء اليوم، عليكم مسؤولية جسيمة في رقابكم جميعا أن تنبذوا خلافاتكم وأن تتوحدوا بلملمة الشتات والعمل على إرجاع المهجرين إلى ديارهم سواء في داخل ليبيا أو من خارج ليبيا. وكلنا ثقة في حكمة وجهاء ليبيا من ممثلي جميع أطياف ليبيا المتواجدين الآن على أرض مصر. نحن معكم، نساندكم بجميع ما نملك حكومة وشعبا. ورسالة من هذا المنبر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يبذل قصارى جهده في دعم هذا الحراك الشعبي ودعم الجيش الوطني الليبي بكافة السبل وتسليحه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للعمدة مهدي القطعاني عمدة السلوم. فقط إيضاح بسيط أود أن أذكره لحضراتكم، إنه ما يجري على أرض ليبيا هو نتاج عمل إرهابيين قادمين من مختلف دول العالم. وليس هناك ليبي، الليبيون أحرار ولا يقاتلون بعضهم البعض. الليبي يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا يقاتل شقيقه الليبي أبدا. السادة الحضور الكرام، نظرا لضيق الوقت فلدي 4 متحدثين، هم ملء القلب والعين، هم أشقائي من ليبيا. حرصا على وقتهم، نحن نستطيع أن نبقى حتى الصباح، لكن أرجو منهم الاختصار قدر الإمكان لأنه هو متبقي 4. معنا الشيخ عبد الله ناكر، لو موجود يتفضل. طيب، الأستاذ عبد الله سليمان شاعر سيلقي من شك. أستاذ عبد الله ناكر موجود؟ نعم، تفضل. تفضل من الزنتان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا يسعني اليوم إلا نشكر الشقيقة مصر، مصر الكنانة، وعلى رأسهم أخي عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ الأمة العربية، وليس أنقذ مصر فقط، يعني هذه حقيقة للتاريخ. وبإذن الله من خلال مصر ننقذ كل الأمة العربية وهم ليبيا إن شاء الله. الصورة اللي لازم توضح للإخوة في مصر، لأن العاطفة على المعتقد لا توضح الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية والرسالة الحقيقية اللي جايين بها مخوتكم الليبيين. وأنا في هالمنبر أتكلم بقبيلة ليبيا، يعني مانيش مخصص لأي مدينة معينة. الصورة الحقيقية هو قتال بين ناس وطنيين ليبيين همهم الوطن مع الإرهابيين، حرب بين الإرهاب وبين الوطن. والحقيقة الأخرى، الأخوة في ليبيا، قوتكم في ليبيا يموتون كل يوم، يقدمون الضحايا، يقدمون أنفسهم لتحرير ليبيا، والحقيقة احنا رأس حربة للإرهاب، واحنا اللي باديين حماية مصر والعالم العربي من المنطقة الغربية رأس الحربة. لو تكونت دولة داعش في المنطقة الغربية في ليبيا حتتكون في الشرق الليبي، وحتكون خطرها على خوتنا في مصر وفي الخليج وفي كل الوطن العربي. فنحن اليوم هنا ليس للاستجداء وليس لمد الأيدي، مساعدة الأخ للأخ هذا واجب. نحن نطلب من أخوتنا ومشكورين على المساعدات اللي قدموها، وإحنا لنا سنة نشتغل معهم في مسألة الدعم الجبهة. إحنا نبو دعم الجيش الليبي، نبو سلاح، نبو دخائر، ما نبوش شعارات، كلام عاطفة ما تنفضنيش حتضيعنا. فأكرر شكري، مشكورين كل من قام بهالملتقى. أنا في أخي هاب نشكر شكر خاص، لأن احنا على تواصل معاه مدى مدة سنة ماضية. كل القتال اللي داير في ليبيا كان بعلم قوتنا المصريين. فيه ناس حاضر تو تعشر ساعة وقت، بس استنى شوي، أصبر ما أصبر، أو جايك ونفر واحد منطقة غربية فتحملوني معلش شوي.
وجاي بننقل صورة حقيقية. أنا مش جاي راني لا جايين باش ناكلوا ولا جايين باش نديروا شو، أنا جاي للشو. وأنا جينا وروحنا، هذه يا جماعة راه ما تمشيش، إحنا جايين بنروح بشيء للليبيين. يا فعلا جلسنا، يا عفوا يا فعلا جايين لتحقيق نتيجة ليبيا. كان نوع من الإعلام ونوع من الدعاية، إحنا أنا واحد من الناس حننسحب ومانيش فيه. فخلينا نستمر، خلينا نستمر. المهم بالمختصر المفيد، نشكر الأخوة في مصر، وإن شاء الله نقول لكم ليبيا بإذن الله مش حنخلوها لين نحرروها، وبإذن الله ليبيا مش حتكون إلا للليبيين، ومش حنسمحوا لأي حد لا من الشرق ولا من الغرب إن يدنس ليبيا. وتريسها قاعدة ليبيا وموجودين غصبا عن اللي يحبوا اللي يرى. أجدادنا أنا أكلم فيه جدي سالم عبد النبي، جدي سالم عبد النبي واخذها في الشرق، جدهم عمر المختار وصلوا عليها، هادو قاتلوا هم جعانين في بطونهم وما سلموش الوطن، بنسلموه احنا اليوم؟ مستحيل مستحيل، والله اكبر واسف على الاطار. مستحيل ان نسلم الوطن، مستحيل. انا عندي ثلاث كلمات لشعراء وكلمة للشيخ حسين الفيتوري الفضيل المهشهش، فهنبدأ بالشيخ حسين وبعدين ناخد كلمة من واحد من الشعراء ويتنازل الآخرون. فايه رأي حضراتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا نشكر مصر العروبة، مصر النضال، مصر الجهاد، التي احتضنت هذا الملتقى التاريخي، ملتقى عيان ومشايخ القبائل الليبية وكافة الطوائف والتركيبات المدنية الليبية. كما نشكر الحكومة المصرية والشعب المصري وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وليس غريب على مصر الحبيبة، مصر النضال، عندما حاربت إيطاليا ليبيا احتضنت الشعب الشعب الليبي في سنة 31 عندما هاجر إلى مصر الحبيبة وعاشوا بين أخوتهم، ويشرفني أن يكون أحد أحفاد المجاهدين الكبار، وهو الفضيل باشا المهجش الذي عاش في المنيا وتوفى في المنيا والآن مقامه في المنيا، الفضيل باشا المهجش. فلذلك هذا الشرف كبير لنا أن يكون جدنا على أرض الكنانة مصر الحبيبة. وكما نشكر القبائل المصرية على كرم الضيافة وعلى استقبال للملتقى وبارك الله فيه، ونرجو من الدولة المصرية، الحكومة المصرية على رأس الرئيس السيسي، هو دعم الجيش الليبي. وشكرا وبارك الله فيه. شكرا للأستاذ عبد الله ناكر. والآن عندنا يعني قصيدتين شعر مختصرتين، قصيدة للأستاذ فرج الخضر مختصرة، ثم بعد منه وهيبقى مسك الختام قصيدة للشاعر عبد الله سليمان. تفضل الأستاذ فرج الخط. تفضل. فرج الخاضر. مساكم الله بالخير، مانيش نطول عليكم، مشكورين على حسن الاستقبال وكرم الضيافه. القصيده اللي مطلوبه طبعا قصيده على ليبيا، بما ان طبعا معانا خوتنا برضو تمكم القصيده وتم الليبيين. القصيده نقول يطلب الله بحالها واحوالها ليبيا ويهدي للصواب عربها
ويقفولها وقفة رجال رجالها اللي ما عليهم لومها وعتبها وما تعبها اللي ما يشط حيلها اللي مو ولدها ما يحس تعبها بر بكاريها عليه عقالها وتزعل زعلان من مراض ثلبها بر بكاريها عليه عقالها وتزعل زعلان من مراض ثلبها الناس دولين وما يشوف امثالها لو كانت ظروف تجيب بتجلبها مقصود بكلامي ليبيا وهوالها وتحس بعض من الناس وتعصبها اللوم على العواقل مو على جهلها جهل اهداف المصلحه يذهبها تفوز بتعاوننا اثنين من الها وبحسن النوايا تجدها مطلبها ما تضيعوه لها ودم ابطالها اللي بالالاف استشهدوا في الجبهه ما تضيعوه لها ودم ابطالها اللي بالالاف استشهدوا في الجبهه اللي بالعمار يعولوا عوالها مضمون فوزها بابن كريم احسبها واللي طامعين ورايدين في شيلها لا يعرفوها لها ولا نايبها ان شاء الله يصفى من جديد من جيلها وتعمر وتامه كيف ما نرغبها وطول حد غايد عزها وقليلها وتغلب اللي في ما مضى غالبها وطول حد غايد عزها وقليلها وتغلب اللي في ما مضى غالبها اليوم راه دنتا تهر الذليلها اللي في المعارك ما قدر يقربها خطيها بعد فيها ضبح دليلها واليوم تم فارسان ويركبها هنا نقول لما للهبيل ومالها اللي وين ما صار القلاش حلبها هنا نقول لهمال الهبيل ومالها اللي وين ما صار القلاش حلبها نستشهد بحكمة بوجي لاوي قالها انها بحملها كيدا عليه غاربها جديدة عليه شو ما ثقيلة شيلها قال في مقاوي لأقراد لبابها ونزيدك امثال خرام غير اصغال السح تستفيد بما قصد صاحبها خاربة تخرب من التاج امثالها وجربات هذه غيرها بشربها خربة تخرب من تاج امثالها وجربة تعدي غيرها بجربها اصحاب المصالح هم سبب اشغالها